يحسب ضربة جزاء. ديارة الآن ديارة وسالم عبد الله في المرمى. ديارة وسالم ديارة في المرمى. جول! هدف بنياسي، هدف بنياسي أول في الدقيقة 69 من عمر المباراة. لاحظ هل كانت العرقلة خارج خط 18 أم في 18؟ حكم المباراة احتسبها ضربة جزاء. تقدم لها المالي ديارة، سدد من خلالها على يسار سالم عبد الله، سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 69. الأوراق إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذه مرتدة سريعة. ديارة يلعبها، المالي ديارة يبصم بالأربعة، يبصم بالأربعة. وسنغهور وديارة يحتفلان بطريقتهم الخاصة. 4-0، رباعية بنياسية وقبلة فعلا من الدكتور أحمد العوضي. ولاحظ الإعادة لكرة ديارة والمشكلة الدفاعية يا سيد عبد الوهاب. 1000 علامة استفهام لدفاع الشباب في الشوط الثاني بالتحديد. بابا ادوارد، وهنا لطف البنزرتي التونسي، حتى الان هو اكثر فرق ثباتا في المسابقه. كره ملعوبه خطيره، ما زالت ممتازه، تعود من جديد. في نفس المكان، في يسجل في ديارة السابقه، في ديارة السابقه هنا في نادي عدمان. هو قال قبل المباراه: أريد أن أسجل في مرمى عثمان، ولكن سأشعر بالفرح وسأشعر في نفس الوقت بالحزن الكبير على تسجيلي في فريقي الذي أعطاني الكثير من قبل. ولكن الآن ليس بالبرتغالي، والله في نفس الزاوية، في نفس الزاوية اللي سجل فيها ديارة، اللي سجل فيها ديارة في الموسم اللي صعد فيه كنادي عدمان إلى دور الاحتراف. هنا ديارة وفرحة التسجيل. كرة ملعوبة خطيرة، هنا فوزي فزير بشير، تقدم تواقد أرسل كرة لإدوارد، ولكن هنا ديارة يتحدث بالهدف الثاني في ديارة السابقة. أيضا الكرة كانت جميلة والله خطيرة، بهذا الشكل تلعبت. كان العمل من بابا إدوارد، ومن ثم العمل الكبير لدياب العوانة، وأكملها هذا الأسمراني، هذا الأسمراني إلى عامر عبد الرحمن. بنياس السماوي يبحث عن معانقة السماء. الكرة ملعوبة، لا 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 لا، خلاص السماويون يعانقون السماء في هذه المباراة. السماويون يعانقون السماء وينهون المباراة، ينهون المباراة. هدف رابع في الدقيقة الأخيرة لديارة، هاتريك لديارة. إذا هاتريك أول لديارة في هذا الموسم، الهاتريك الأول لديارة في هذا الموسم. هناك حديث بأن هناك تسلل، لكن الكرة ما فيها شيء، الكرة ما فيها شيء. إذا هدف رابع في المباراة، منهم 3 أهداف، هاتريك أول لديارة في هذا الموسم. تمنى أن يسجل هدف، ولكن سجل 3 أهداف في هذه المباراة. جاء
يسرع عن خطورة في الدقائق الأخيرة القادمة. مرور وتقدم لبني ياسر إسماعيل. محاولة بني ياسية ما زالت مستمرة. يا لها من فرصة لبني ياس، والمرور على راس يا بني ياسي، على راس يا بني ياسي. إديارة يعود لبني ياس، يعود ببني ياس للمباراة. وتحدثت بأن المباراة لم تنتهي 3-2. شوفوا الضغط المتواصل في الدقائق الأخيرة من المباراة، والكرة تلو الكرة، وفي النهاية ديارة يعود ببني ياس للمباراة. وعلى راس يا بني ياسي هدف التعادل بشكل جميل من اللاعب ديارة، وبالتالي 3-3 في الدقائق الأخيرة. وهكذا هي كرة القدم، دائما وأبدا دقائق مجنونة ولا تعترف إلا بعد إطلاق حكم المباراة صفرة. بني ياس في طريقه إلى أن يكسب النقطة الأولى في دور المحترفين. هكذا هي الفرق، يجب أن لا تيأس أبدا في عالم كرة القدم. وبالتالي 3-3، مباراة استمتعنا فيها.